أعلن وزير الأشغال العامة المهندس عبد الرحمن المطوع اليوم تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة أسباب تجمع الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين. وقال المطوع أنه عقد اجتماعا طارئا اليوم مع مسؤولي الوزارة لبحث أسباب هذه المشكلة، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات عدة، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الأشغال لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار وكشف المتسببين بها. مرت البلاد يعني سقوط كمية كبيرة من الأمطار خلال فترة وجيزة، وهذا أدى إلى تأخر يعني صرفها، وصادف يعني فترة سقوط الأمطار وجود مد عالي وهذا كذلك يؤخر الصرف. لكن طبعا نتيجة كذلك لسقوط الأمطار الشديدة يصير في سيول تجرف الأوساخ والربال، وهذه قد تؤدي إلى انسداد يعني فتحات تصريف المياه. لكن هذا لا يعني أن الأمر وقف عند هذا، لأن قد يكون هناك تقصيرا نشأ في بعض الأجهزة سواء بالوزارة أو أجهزة المقاولين، وعليه يعني شكلنا هذه اللجنة، لجنة تحقيق محايدة، وحرصنا أن تكون اللجنة برئاسة الفتوى والتشريع وعضوية الجهات اللي ذكرتوها، حتى يكون التحقيق يعني محايد وما في يعني محاباة أو مراعاة لا لوزارة الأشغال ولا لغيرها ولا لمسؤول ولا لمقاول، بهدف أن تتضح الحقائق، وبعد ما تتضح الحقائق يتم على أثرها اتخاذ القرارات وأن يحال المتسببين إذا هناك متسببين أو مقصرين يحالون إلى النيابة. طبعا لأن اللي مرت في البلاد المفروض ما يعني أمر لا يسكت عنه، ولابد أن نتأكد من الأمر قبل أن نتخذ أي خطأ. مرت البلاد بعد ليلة ماطرة، واصلت فرق الإطفاء والأشغال العامة جهودها في استخدام أحدث الآليات والمعدات لرفع المركبات والأنقاض من نفق الصباحية والمنقف لإعادة فتحه بأسرع وقت ممكن، كما تستمر الفرق بإزالة الرمال التي تكونت جراء سيول الأمطار. في هذه الأثناء أعرب عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بتجاوز الأزمة، مشيدين بجهود الأشغال في سرعة تصريف المياه وإعادة الشوارع إلى وضع الطبيعي. هذا وكانت أكثر المناطق المتضررة جراء عاصفة الأمطار هي محافظة الأحمدي، حيث أن منسوب المياه وصل إلى 50 مليمتر. أمطار غزيرة هطلت على البلاد خلال الساعات الماضية، أدت إلى تجمع المياه في عدد من الشوارع فيما كان الوضع عاديا في معظم أنحاء البلاد. بالعكس، كان ما شاء الله تبارك الرحمن الطريق سالك ما في أي شيء، إنزين خذت كذا مشوار، إنزين دار الرابع مفتوح، زين رحت صوب الافنيوز، رحت صوب سوق الكويت، يعني الامور طيبه. انا كنت البارحه في صباح السالم وفي المسيره وفي مروج، هاي الثلاث مناطق انا كنت حولها يعني، والحمد لله يعني ما في اي شيء باذن الله حصل لنا بسلاسه السير او اي عوائق بالنسبه خاصه بالمطر. رحت طرق سريعه مثل الملك فهد، الحمد لله سالك والوضع طيب ولا شفنا حوادث، يلا لك الحمد. الحمد لله هذه أمطار خير وبركة ونعمة من ربنا. وثاني شيء، أجواء أمس كانت حيل حلوة، كان مطر ومطر عادي يعني، ما صار في يعني أمطار يعني ما صار في بقع ماي كبيرة، ونفس كل سنة يعني أمطار يعني خفيفة، وكانت أجواء حلوة يعني ما كان في ولا شيء الحمد لله. الإدارة العامة للإطفاء استنفرت بكافة قطاعاتها وآلياتها وتعاملت باحترافية مع الموقف، وكانت محافظتا الجهرة والأحمدي الأكثر تعرضا لحالات تجمع المياه، فيما كانت الأوضاع في بقية المحافظات طبيعية. الطرق كانت كلها سالكة يعني خاصة مناطق العاصمة والطرق الرئيسية للدائر الخامس، ويعني هذا هي كلها سالكة الحمد لله وما تضررت من الأمطار. منطقتي ما كان فيها أبدا يعني لا تجمعات ماي ولا الأرض مبتلة بس من الأمطار. في صباح السالم الطريق سالك ما في أي أمور، أموره زينة. في تصريف صحي في منطقتنا زين، ولو زادت شوي ممكن شفنا مشاكل يعني بالتصريف الصحي، بس الحمد لله والشكر لله عانينا شوية بعض الوقت لا أكثر.
وزارة الأشغال العامة من جانبها شكلت لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق ومحاسبة المقصرين. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نفق الصباحية والمنقف مراسلنا وائل العنزي. وبعد التحية، صف لنا الأوضاع هناك وجهود القطاعات المعنية بالإنقاذ والأشغال لفتح الطريق وإزالة الأنقاض. اهلا وسهلا بكم. طبعا نقلنا لكم اخر التطورات اولا باول بما يخص النفق المتضرر من الامطار، وكما شاهدنا يعني تكاتف الجهات بين الجهات وزارة الداخلية وكذلك وزارة الاشغال وكذلك الاطفاء، تكاتفوا على ان يكون هناك عودة باسرع وقت، وكما ترون الان عودة الطريق الى ما كان عليه بالسابق. الان نعم وائل، وعن الطريق كما نلاحظ هي سالكة حاليا، هل ممكن يسمح للمركبات بالعبور بكل سلاسة وسهولة؟ نعم، كما تشاهدون الآن يعني من قبل يعني دقائق تم فتح الطريق، والآن كما تشاهدون يعني المركبات بدأت يعني تدخل النفق وتخرج بسلام، وهذا كان بتعاون كبير بين وزارة الداخلية وكذلك وزارة الأشغال. نعم وائل العنزي، مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.